في عالم كرة القدم، حيث يتنافس النجوم والأبطال من أجل المال والشهرة ويلهثون خلف تحقيق أحلامهم الشخصية، يظهر في بعض الأحيان لاعب يختلف عن الباقين، يمزج بين الموهبة والروح الوطنية ويضع بصمته على الأحداث التاريخية. هذا هو ياسين بونو، الجدار الصلب والأسد الدرغام الذي لم يكتفي بأن يكون حارساً ممتازاً بل أصبح رمزاً للعزيمة والوفاء الوطني. وفي أوج عطائه، حيث كبريات الأندية العالمية تتسابق للظفر بخدماته، وقف العالم أجمع مذهولاً أمام رفضه العرض الضخم من نادي ريال مدريد فقط لأنه اختار المشاركة مع المنتخب في كأس إفريقيا، بينما اشترط الريال بقاءه مع الريال في هذه الفترة. خطوة تلخص جوهر شخصية ياسين بونو الذي قدم دليلاً حياً على تفانيه وولائه لبلده ولقميص منتخبه. وتبعاً لذلك، فإن انتقاله إلى الهلال السعودي لم يكن مجرد انتقال عادي ضمن فترة الميركاتو، بل كان انتقالاً يحمل في طياته معان أكثر تعقيداً، معان تعكس حب الوطن والولاء لرايته الحمراء. إنها قصة نجاح ملهمة تلامس أوتار القلوب وتحفز الروح. بونو الذي يتنفس عشق وطن اسمه المغرب، تجاوز دوره كحارس مرمى ليصبح رمزاً حياً للتفاني والعطاء. لم يكن مجرد جدار للمنتخب، بل كان نبضاً ينبض بالحماسة والإصرار. وعندما حقق المنتخب المغربي إنجازه التاريخي بالتأهل للدور النصف النهائي في كأس العالم الأخيرة في قطر، لم يكن هذا أيضاً مجرد انتصار كروي، بل كان تجسيداً لتفانيه وجهوده. تألق بونو بتدخلات حاسمة وأنقذ المنتخب من هجمات مرعبة بتصديات خارقة. لم يكتفي بالدفاع عن المرمى، بل دافع عن أحلام شعب بأكمله. إنجازات بونو لا تقتصر فقط على كرة القدم، بل تمتد إلى عالم القيم والأخلاق. يتميز بدماثة أخلاقه وتواضعه، ويظهر احتراماً عالياً لهويته وثقافته. ورغم إتقانه التحدث بأربع لغات، اختار دائماً التحدث بلغته الأم، مما يعكس ولاءه وفهمه لأهمية الاعتزاز بالهوية. ينضاف إلى ذلك تواضعه وعفويته، تواضع ينبع من عشقه العميق لأصوله ومجتمعه. هذا الاتصال القوي بالشارع المغربي هو ما يميزه ويجعله قريباً من قلوب الملايين. والأكيد أن تضحيته باللعب في ناد من حجم ريال مدريد من أجل منتخب بلاده يشكل رسالة قوية تشير إلى أهمية الولاء للعلم والقميص. تاريخه المشرف وتضحياته في سبيل وطنه جعلته شخصية رياضية لامعة، ليعيش بذلك ياسين بونو في قلوب المشجعين والمحبين كأحد أعظم الأبطال الرياضيين في تاريخ المغرب. وإذا كان من شيء قد يلهم الجماهير حول العالم، فهو قصة ياسين بونو، الحارس الذي صمد في وجه التحديات وأبهر العالم بروحه الوطنية وتفانيه في خدمة بلاده.